النهارده ذكرى ميلاد الفنان مظهر ابو النجا، واللي اشتهر بتقديم العديد من الادوار الكوميديه وشارك في ما يقرب من 100 فيلم سينمائي، اضافه الى اعمال مسرحيه وتلفزيونيه عديده. يمكن من اشهر افيهاته يا محمد، عارف الافيه يا حلاوه؟ هو ده اللي لسه لغايه النهارده بنستخدمه. يا حلاوه ده علم مع الناس، يعني فترات كبيره اجيال كتيره جدا كانت بتسمع الافيه ده من مظهر ابو النجا، وكان بيقولها بطريقه جميله كده تخش القلب. يعني اكيد فنان احنا مفتقدينه، وقدم ادوار ممكن ما عملش بطوله، لكن كانت اغلب ادواره ادوار تانية، لكن معلمه ومع الناس بشكل سبحان الله. يعني كلمه واحده زي يا حلاوه دي تبقى لغايه النهارده بيستخدموها في كوميكس، واحنا نستخدمها حتى في يومنا العادي. في الحقيقه هو اول فيلم شارك فيه الفنان مظهر ابو النجا كان اسمه شياطين للابد، بطوله الزعيم عادل امام. خلونا نشوف بقى تقرير كده يورينا اهم المحطات الفنيه في حياه الفنان مظهر ابو النجا. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان مظهر أبو النجا الذي اشتهر بتقديم العديد من الأدوار الكوميدية وشارك فيما يقرب من 100 فيلم سينمائي، إضافة إلى أعمال مسرحية وتلفزيونية عديدة. انطلق مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد الذي اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدم لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم شياطين للأبد من إنتاج عام 1974 من بطولة عادل إمام وناهد شريف وصفاء أبو السعود، ونال شهرته من خلال الكلمات التي رددها في الأحداث مثل كلمة يا حلاوة التي ذكرها في أكثر من عمل فني. إيه فاتر؟ إيه؟ ألاقيش معاك يا بلدياتي ورقة دمغة؟ لا، تنفع ورقة وفرة؟ وفرة؟ يا حلاوة. بدأ مظهر أبو النجا مشواره الفني بالغناء للمطرب الراحل فريد الأطرش أمام الجماهير فوق سطح منزله بالإسكندرية لشدة حبه له، لدرجة أنه كان يصفف شعره على طريقته، لكنها كانت بداية غير موفقة بالمرة لمظهر أبو النجا. بعدها شارك الفنان مظهر أبو النجا سينمائياً في العديد من الأفلام، من أبرزها لا مؤاخذة يا دعبس، والمشاغبون في البحرية، والمخطوفة، والغني والفقير. كانت له مشاركات مميزة على خشبة المسرح، ومن أبرز مسرحياته موزة وثلاث سكاكين وزوج في المصيدة، واتجه عام 1971 إلى مسرح الريحاني، وقدم كممثل عدة مسرحيات منها باي باي والملاك الأزرق والإخوة الأندال. تزوج الفنان مظهر أبو النجا من الفنانة أمال حلمي، وتعرف عليها عن طريق مسرحية دلوع يا بي التي شاركا فيها سوياً، وبدأت قصة الحب بينهما. ورغم رفض والدها زواجها من أبو النجا، إلا أنه وافق بعد تمسكها به بشدة، وأنجبا بعد ذلك 4 أبناء. اختتم مظهر أبو النجا مسيرته الفنية بمسلسل الظاهر الذي لم يستكمل تصويره، وغير المخرج أحداثه بسبب وفاته. رحل مظهر أبو النجا عن دنيانا في الأول من مايو عام 2017 داخل أحد المستشفيات عن عمر ناهز 76 عاماً، وترك ميراثاً فنياً وأعمالاً إبداعية لا تزال محفورة في أذهان محبيه.